وسلم على اشرف الانبياء محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. السلام على الشهداء، السلام على رموزنا المقيمين قبل السجون، السلام على المعتقلين والمعتقلات. السلام عليكم ايها الشعب الصادق ايها الشعب الصامت. الحمد لله رب العالمين، كلما زاد حكم هذا النظام على ابنائنا زدنا ايمانا وزدنا نصرا. ونعتقد بان هؤلاء الشباب الذين عليهم ظلما وجوعا فوق الواقع، شباب حاولوا ان يعبروا عما في نفوسهم من معاناة، فهناك الكثير من المعاناة التي يعاني منها هذا الشعب، بغض النظر عن كون هناك ثورات أو لم تكن. نحن نعيش مع هذا النظام قصات كثيرة حتى قبل الانحراف، وهانتم ترون بأن من هناك من يسرق وينهب خيرات هذا الوطن، وهناك الكثير من أبناء الشعب الذين لا يملكون حتى الشيء البسيط. وأنا أعرف شباب المويدران وأعرف طموحهم وأعرف مستواهم العلمي وأعرف لماذا يتطلعون. هؤلاء شباب قاموا يطالبون بحقهم الذي كفله له الدستور، وعندما يتمشق هذا النظام بأن هناك حرية كلمة وحرية رأي، هذه نماذج كثيرة نحن نقدمها. ويكفي ما حصل يوم أمس من اعتقال لوالد الشهيد علي الشيخ والحقوقي حسين بروي. إذن أين حرية الكلمة؟ أين حرية الكلمة التي تتغنون بها في كل خطاباتكم؟ أين حرية الكلمة التي يتغنى بها النواب، هؤلاء النواب الراشدون الذين يقولون بأن النظام يوفر كل الحرية؟ هؤلاء الشباب الذين تم الحكم عليهم بمدد تتراوح بين 10 سنوات و 15 سنة، هذه أعمار، هذه سنوات تضيع من عمرهم، ولكن هذا لا يغنينا ولا يبعدنا ولا يوفرنا عن المطالبة. سنستمر في المطالبة وستبقى مطالبنا سلمية، بما تحمل كلمة سلمية من معنى. إننا نتضامن معهم في هذا اليوم ونؤكد بكلمة صريحة بأننا سنشارك معكم في هذا القرار متضامنين في كل وقت مع كل من يطبق عليه النظام حكما جائرا وحكما ظالما. أنتم شعلة هذا الوطن وستبقون، وأنا متأكد بأنكم ستخرجون وستكون رؤوسكم مرفوعة وستبقون رموزا وستبقون أعزاء، وسيشار لكم بالبنان بأنكم قدمتم كل ما لديكم من أجل هذا الوطن. نعم، هذا الوطن عزيز، وعندما يكون الوطن عزيز يخلص الإنسان في العطاء، ونحن فعلا نخلص في عطائنا لهذا الوطن ليس إلا من أجل أن ننال الحرية مثلنا كباقي الشعوب. وإلا إن سكتنا وإن تراجعنا نعيش بقصاتنا، وهذه القصات لا تقدمنا أبدا بل ترجعنا إلى الوراء. نعم، نطالب بإطلاق سراحهم ونطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات. هذه الأمور لا تقاس بحكم ظالم، إنما تقاس بمعطيات حقوقية، بمعطيات منظمات إنسانية، هذا هو المقياس. أما أن توكلني أحد القضاة وتأمره
ببرمجة أو مبرمج يكون بالتفوه بكلمات تحكمها أنت في متداول القضاء بأنها حكم وتصدر أحكام على أناس أبرياء، هذه شجاعة؟ هل هذا شجاعة نظام؟ أبدا. هناك أنظمة كثيرة زجت الكثير من مواطنيها في السجون، ولكن ماذا حدث؟ انتصروا هؤلاء الشعوب. نعم، كلما غصت السجون بالأبرياء بدأ فريق الأمل بالنصر، وتأكدوا يا أخوان بأن هذه الأمور وهذه الوقفات وهذه الأحكام كلها في صالح الوطن وكلها في مصلحة المواطنين الأحرار الذين خرجوا ملبين نداء الحرية، نداء الإنسانية، لنتجاوز هذه الخطوط التي وضعها لنا النظام، نتجاوزها بكل سلمية وبكل ثبات، وسيتحقق النصر بإذن الله. نعم، أطمئن أهالي المعتقلين بأنهم إن شاء الله هؤلاء ليسوا أبناءكم لوحدكم، بل أبناء كل هذا الشعب. نعم، أبنائي وأبناء آباء الشهداء، نحن لا نرجع إلى التسميات وأخرج لكوني أم شهيد، نحن نتعاطف معكم في كل المواقف، نتعاطف مع الحرائر، نتعاطف مع الأحرار، نتعاطف مع الشرفاء، وسنظل نتعاطف بغض النظر عن تسمياتنا كآباء شهداء أو كأعضاء الشهداء، بل نحن جميعا في خندق واحد. نحن لا نختلف عنكم وأنتم لا تختلفون عنا، هدفكم وهدفنا هو واحد، وسنمضي بإذن الله تعالى، ونؤكد بأننا سنمضي سلميين، وسندافع وسنردد كل كلمة حرة وشريفة من أجل نيل كل المطالب. الحمد لله رب العالمين، له الحمد وله الشكر على كل حال، وهذه الأحكام لن تغير من واقع الحال، بل تزيدنا إصرارا من أجل المطالبة بحريتنا وحرية هذا الشعب المظلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.